mahremmiş, aktar billene kıymetmiş. Aktar bir farkıyla mahremmiş, aktar billene kıymetmiş. بسم الله عبرك الله. مرحبا مستمعي الرياضيين، مرحبا بعشاق إذاعة فورتيغ، برنامج موسيقى ورياضة من إعداد وتقديم نوردين القصري. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا سي ياسر العمري، نخليكم تعرفوا عليه من بعد قليل شوية بعد، اللي هو من مدينة طنجة ولكن ماشي من طنجة، تعرفوه منين؟ شوية فنان مغربي الغناء، كذلك يدير المسرح وكيدير السينما، غنتعرفوا على هاد الشيء هذا كثير. ولكن قبل من ذلك معنا فاعله جمعويه تريا منكور. تريا مرحبا بك. مرحبا بك الخير ان شاء الله، ربي يخليك سي عربين، وكنشكركم بزاف على الاستضافه على الراديو فولتير، وكنشكركم بزاف. انقطع الخط مع تريا منكور، نحاولوا نتصلوا بها مرة أخرى، ما تمشوا بعيد، بقوا معنا شوية شوية، نبداو شوية شوية، ما تمشوش بعيد، بقوا معنا. ألو؟ نعم، مرة أخرى كنتصلوا بلالة توريا منكور. لالة توريا منكور، اليوم كان عندكم واحد بورت أوفيرت، يمكن لنا تكلمنا أش اليوم على بورت أوفيرت، وكذلك على الجمعية ديالكم. نعم، اليوم كانت عندكم للاسف لالا توريا ما يمكن كتواجد في مكان ماشي هو هذاك. ايوا دابا نبداو البرنامج ديالنا مع يعني الضيف الرسمي ديال البرنامج ديال اليوم، موسيقى وردة، هو ياسر العمريين، فنان مغربي معروف في الساحه المغربيه. تبارك الله عليه سي ياسر، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا سي نوردين، كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. كي دايرين نتوما؟ كي داير المغرب؟ المغرب زين الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرحبا بك في اذاعه فولتير. الله يبارك فيك، مرحبا اخويا. احنا قلنا فنان. احنا قلنا سياسي عمرين فنان، ولكن اذاعه فولتير تخلي دائما الضيف ديالنا هو يقدم راسه بنفسه، لكن خطا سي ياسر. ياسر العمريين من مواليد 1170 مدينة الخميسات، فنان مسرحي سينمائي، وعزيز عليا شوية تادي الموسيقى، وهذا مثلا حاليا أنا كنتواجد بمدينة طنجة. مجوز عن شي ولادة سي ياسر؟ أنا متزوج من مدام حنان بن زينة، وعندي جوج ديال الأطفال. اسم ديالهم؟ العمر ديالهم؟ 10 سنة، وبنية زينب عندها 6 سنين. نبقى معنا ما تمشيش بعيد، ونعاودوا لك، نعاودوا عند لالا توريا. لالا توريا، واش مازال معنا دابا؟ وبغيت نشكركم بزاف على هذه الاستضافة عندكم في الإذاعة فولتير، وكنتمنى لكم التوفيق، و ميم طون كنقدم لابورت اوفيرت ديالنا ديال اليوم 2017-2018 ان شاء الله الرحمن الرحيم، فور لا فلور دو سوليي. تكلمنا على لا فلور دو سوليي، شكون هي هذه الجمعيه ديال لا فلور دو سوليي؟ لا فلور دو سوليي سي اون اسوسياسيون بور فام، بور توت لي فام، اون اسوسياسيون بور لا فام دو موند، اي اون دون بوكو دو داتيليي بار رابور او بيان اتر دو لا فام ان شاء الله. L'objectif de la porte ouverte de l'Yuma. L'objectif c'est de montrer, de démontrer donc vraiment le programme de cette année, mm-hmm. les modules qu'on suit, et on est basé sur le thème santé, éducation et bien-être. Alors on travaille ces ateliers donc internes et externes pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme en général. الحصة ديال اليوم شنو كان فيها؟ شنو كان présentation du programme et présentation dégustation de la cuisine du monde qui a été présentée par notre bénévole Loubna.
Et nous avons présenté donc notre programme pour les inscriptions pour cette année, Inch'Allah, qui commence donc début novembre, le mois prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, يعني قلنا شي كلمة للمستمعين قبل ما نقول لكم بسلامة. كنشكركم بزاف المستمعين وكنقول لهم مرحبا بكم افنيو غيوم دو غريف 218 اجاب من نانت ا بروكسل لا فلور دي سولي فوز انفيت ا فوز انفيت بور اتر بوكو بلوس اتارلي اكيليبري دون فوتر في افيك ان بارتاج اون ايديكاسيون نوفيل كون فوز دونرا افيك نوتر. نعم توليا منكور رئيسة جمعية لفلور دي سولاي، شكرا لك كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا وإلى اللقاء. نعم نعود عن الضيف ديالنا، الضيف ديالنا الرئيسي ديال اليوم هو سي ياسر العمرين، فنان مغربي كيدير المسرح كيدير السينما. كيف بدات حياتك الفنية سي ياسر؟ عم خويا مودين، كيف بدات الحياة الفنية كأي واحد كتبان من الطفولة؟ نعم الموهبة بانت في الابتدائي من في إطار الأنشطة الموازية اللي كدار في المدارس، ومن بعد في الإعدادي تم اختياري من ضمن مجموعة ديال التلاميذ باش يكونوا فرقة كتمثل إقليم كوميسات في المسرح، رعاية ديال مجموعة ديال الأساتذة، كنتذكر منهم الأستاذ صغروشني ودريس إدريس وجطيط ومجموعة ديال الأساتذة اللي كانوا كونونا. وهادي من بعد جات المرحلة الثانية، الالتحاق ديالي بجمعية الاحتفاليين العرب تحت رئاسة الأستاذ الكبير الاحتفالي الكبير عبد الكريم برشيد اللي كان رئيس ديال الجمعية. الجمعية كان سميتها جمعية الاحتفاليين العرب، كان فيها مجموعة ديال الأساتذة وباحثين، وكنت أنا من ضمن أصغر العناصر في الفرقة آنذاك. حكى في عمرك؟ كان في عمري 16 سنة. نعم. كان معايا كذلك ممثل معروف مغربي زكريا الحلوت، هو من أصغر العناصر، وتكون على يد هاد الناس هادو. من بعد جات فرصة ديال تأسيس فرقة، فرقة مسرح المدينة. نعم. كان تحت الإشراف ديال المخرج المخرج نتفكر الاسم ديالو، ماشي مشكل، الاسم ديالو اللي معروف حتى هو على يعني الساحة الفنية، مشى ليا الاسم ديالو. نعم. مسرح المدينة، مسرح المدينة هو اللي تاح لي الفرصة أنني نعمل أول عمل مسرحي، عمل شخصية بطولية اللي هو عمل تقريبا فردي ومؤسس بمجموعة ديال الشخصيات أخرين، إنما هو عمل فردي اللي هو مونودرام ديال الأستاذ عبد الكريم برشيد الناس والحجارة. كان أول عمل بشكله الاحترافي آنذاك في 1992. ومن بعد تحليت فرص أخرى أنني عملت في مجموعة من الأعمال المسرحية، وانتقلت من بعد لفرقة الجرس اللي معروفة على الساحة الوطنية، اللي من أقدم الفرق المسرحية 1972 تأسيس ديال الجمعية ديالها. التحقت بهم في 94، وكان أول عمل كذلك عمل احترافي لسعيد السماعلي الله يرحمه كاتب معروف مغربي، الفيدق، ومن بعد جات مسرحية الساطح، ومن بعد جات مسرحية ظرف مؤقت، وثلاثة مجموعة ديال الأعمال المسرحية تأليف على مستوى دولي ومحلي، أعمال عالمية. وتم بعد ذلك المشاركة ديالي في مجموعة ديال المهرجانات اللي منها وطنية ودولية، ومثلنا المغرب في مهرجانات دولية، نذكر بالخصوص مهرجان مستغانم للجزائر ومهرجان قسطنطينة اللي حزنا فيه مجموعة ديال الجوائز، وحزت مرة واحدة على جائزة أحسن ممثل في مهرجان الغزل المسرح. أنا في أي مدينة؟ رئيس اللجنة أستاذ عبد الكريم مرشيد، قيدوم الاحتفالية في المغرب معروفة على الصعيد العالمي والعربي. بعد ذلك من بعد التجربة المسرحية اللي كانت طويلة بزاف، لأنني أنا ما التحقت بمجال إسماعيل البصري إلا في أواخر 2012، كانت أول تجربة ديالي في
مع التلفازة مع القناة السادسة المغربية، مسلسل مسلسل في رياض الجنان. كان مسلسل كيتحدث على الأئمة المغاربة المعروفين، الأئمة في الفكر الإسلامي، وهادي 10 ديال الحلقات، لعبت فيه 9 ديال الحلقات، 5 ديال الحلقات شخصيات رئيسية و4 ديال الحلقات دور ثاني. أول تجربة ديالي أمام كاميرا مع التلفازة، من بعد تاحوا فرص أخرين. كنذكر من ضمنها اللي كانت فرصة زوينة، يعني لعبت في الدوزيام بارتي ديال السلسلة الأمريكية المعروفة هوملاند، لعبت واحد الحلقة مع، كان حصل لي الشرف أنني لعبت هاد السلسلة اللي هي دولية معروفة لحد الآن، راه كدوز في الإذاعات الأجنبية خصوصا أمريكا وإنجلترا. من موراه تحت ليا فرصة لعبت في فيلم أمريكي روك دو قصبة، حصل لي الشرف أنني واخا دور ثانوي ولكن حصل لك شرف أنك تلعب قدام مع ممثلين كبار بحال بريس ويليس، بحال بيل موري، اللي كانوا لعبوا في هذا الفيلم السينمائي. وكان خص بالذكر أن الفيلم السينمائي كان هو الفيلم الشرفي في مهرجان ديال 2016 مدينة مراكش. كان بيل موري شخصيا حضر لأنه هو اللي لعب البطولة ديال الفيلم. من بعد تحت لي عاوتاني في تجربة أخرى في التلفازة، وهاد المرة مع الثامنة الإذاعة الأمازيغية، بحكم أنا ابن مدينة خميسات، وهذه تحت لي الفرصة أنني لعبت أول فيلم باللغة الأمازيغية تلفازي، كان كذبة الصديق. من موراه مسلسل الناس نقرا ونحاس للمخرج مصطفى أشوار، كان دور ثانوي. من بعد العام السنة الثانية عيطوا لي، لعبت دور بطولي في فيلم أمازيغي كذلك اللي هو أبريد ناروز طريق الأمل باللغة العربية للمخرج حكيم النوري. ومن بعد انطلقت الحمد لله. آخر الأعمال اللي لعبت مؤخرا في السنة ديال 2017، لعبت في مسلسل سوق الشدرة اللي كان المخرج ديالو محمد اليونسي، ولعبت في فيلم سينمائي اسمه المليار للمخرج رائد مفتاحي. حاليا راه باقي نيت في القاعات ديال العروض، البطولة ديال ربيع القاطي، مجموعة ديال الأسماء اللي لعبتها منهم محمد عاطر، زهور المعمري، زهور سليماني، عبد الله شيشة، عبد الحق بن مجاهد، مجموعة ديال الأسماء اللي كان لعبت في هذا الفيلم. حصل لي الشرف أنني لعبت معهم، كانت تجربة جميلة. من بعد آخر الإنتاجات اللي كدوز دابا في دازت في رمضان، وحاليا راه تيعاودو، كاين مسلسل ديال إم طاونس المضمين الأمازيغي في 30 حلقة، لعبت فيه دور بطولي كذلك، الدموع الباردة باللغة العربية للمخرج حميد زيان، مخرج معروف، مخرج مغربي متألق مبدع. وفيلم كذلك اللي سميته تاتيت أو الوسادة باللغة العربية لحكيم قبابي، كذلك مخرج شاب متألق. وإن شاء الله المزيد إن شاء الله رجل متألق إن شاء الله. يعني علاش اخترتي المسرح؟ والمسرح هو اللي اختارني، مش أنا اللي اخترته، لأن مسرح وانا طفل مازال كاع ما عقل. اول عام مسرحي كنلعبو انا ذاك في عمري تقريبا 10 سنين و 11 عام، وكان الشغف انني تزاديت في واحد الحومه اللي سميتها حومه القايد، حي القايد بمدينه الخميسات. هذه الحومه هذه كانت الدار ديالنا حدا دار الشباب، اذا فكان التاثير ديال دار الشباب عليا وعلى ولاد الحومه، وهذه اللي الحومه اللي عطات النيت بزاف. حومه القايد عطات بزاف في المجال الرياضي، لا في المجال الثقافي، لا في المسرح. وتلقيت راسي كنبغي نطرح. ومن بعد ملي كبرت وطورت التجربه وليت كنوع بالاشياء، طبيعه الحال وجدت ان المسرح من اعظم الفنون، وراك تعرفوا كاملين بان المسرح هو ابو الفنون. وشدني بزاف المسرح لانه شامل وجامع جميع الفنون، فيه ممكن لك ترقص فيه، تغني فيه، تمثل فيه، فيه دراما، فيه كوميديا، فيه تشكيل، فيه يعني كيجمع الفنون كاملة. وكما نعلم المسرح أبو الفنون، وسيبقى دائما المدرسة الأولى لأي فنان، أي واحد يعني ما دارش المسرح راه بحال ما عمره ما دار الفن. كما قلت الفنان المسرحي كيكون
كما قلتي المسرح ابو الفنون، والفنان يمكن له يدير بزاف ديال الامور كما ذكرتي عليها. دابا يغني ويشطح ويرقص ويدير شي، يمكن اعطينا شي مثال من هذا الشيء اللي قلتيه. ايوا كما كنعرفوا الممثل هو ضروري خصو يكون عنده شويه شويه من الحاجه، ماشي يتقنها مزيان، ولكن على الاقل تكون عنده معرفه حيه نوعا ما، سواء في الغناء سواء في الرقص. نعم، تقدر تجيك بعض الخطرات بعض الادوار، مثلا يجيك دور ديال المغني، بحال دابا انا مثلا في فيلم تلفازي كان تقترح عليا دور على اساس غنلعب فيه دور ديال مغني اعمى. نعم، المخرج كان بغى اللقطات يكونوا حيين ويكون غناء وهادي، اذا نفعتني شويه، كنت كنعزف شويه ديال العود وهو بغى الوترا، واخا ما كنتش كنعزف على الوترا شديتها وتمرنت عليها وهادي، والحمد لله طلع الفيلم جميل. اذا الا ما كنتش ديك الساعه ما كنتش عندي معرفه ولو خفيفه في الغناء وفي العزف وهادي، ما غاديش نلعب هذاك الدور. نعم، يعني الممثل خصو يكون شامل، وبالخصوص يركزوا عليه بزاف ديال الحوايج، منها ليكيتاسيون ولا ناطاسيون، عندك ركوب الخيل، السباحه، لي زار مارسيو حتى هما شي شويه خصو يكون عندك، عندك الغناء، الرقص، وحتى الصوت. يعني الفنان يمكن يبدل الصوت ديالو. نعم، اذا كان ممكن تعطينا شي، يعني تبدل الصوت ديالك من لقطه الى اخرى. نعم، ممكن، ماشي مشكل. بحال مثلا، ما فهمتكش اسي نور الدين، شي يعطينا شي مقطع من المقاطع ديال يعني الاعمال اللي عملتيها، وكان الاعمال اللي عملتها كتبدل معناتها الصوت ديالك من واحد المنظر الى منظر اخر، من عمل الى عمل اخر. داكور، نبدل الصوت يكون شي حاجه اخرى. اها، فكروا شي حاجه مثلا تقليد شي، يعني يعني رجل يعني مسن. ايه مثلا، مثلا ايه سي نور الدين تبارك الله عليك، واش غنقول لك اخويا، حنايا رانا الناس الكبار شي شويه كبرنا تبارك الله ودازت علينا، وبحكم التجربه نبغي نقول لك بعض النصائح اللي خصك ديرها حلقه في ودنك يا ولدي نور الدين، وخصك تسمع الناس الكبار، لان الناس الكبار عندهم تجربه كبيره في الحياه. بحال انا دابا اللي تنهضر معاك راه عندي مجموعه ديال التجارب. اذا غادي ننصحك اخويا نور الدين، اول حاجه ما تقلقش بزاف، راه الدنيا فايتها وربي كبير الحمد لله، ما تخمم ما تشاور. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اشويه راه فاجئتيني، ما كنتش مستعد لهذا السؤال. تبارك الله عليك، والحمد لله حنا على المباشر ديال اذاعه فولتيغ. نعم، وانت مباشره من مدينه طنجه عبر امواج اذاعه فولتيغ الموجوده ببروكسل. كنقدموا تحيه والف تحيه للمستمعين اللي كيسمعونا. نكملوا الحوار مع ياسر عمرين، فنان مغربي مقتدر عنده بزاف ديال الاعمال. واش كاين الفرق استاذ بين المسرح والعمل السينمائي؟ اشنو الفرق بيناتهم؟ وطبيعة الحال نتحدث عن المسرح، عندما نتحدث عن المسرح فهو اللي سبق السينما، هذه اول حاجه. نعم. يلا وليدات السنين الاخيره او تقريبا قرن ونصف هذه باش بان السينما. تيبقى المسرح كما قلت لك أب الفنون، لأنه يعني شامل وجامع جميع الفنون. فالفرق اللي كاين ما بين المسرح والسينما، كما كنعرفوا المسرح كيتزاول فوق خشبة أمام جمهور، كيكون هناك لقاء مباشر ما بين الممثل والجمهور، تيكون واحد التواصل روحاني لا يوصف، ما كيحس به غير الإنسان اللي كيحضر الأعمال المسرحية او الفنان اللي كيمارس المسرح. فالمسرح كيبقى واحد الفضاء، نقدر نقولوا فضاء مقدس، كيجمع ما بين الجمهور والمشخص، كيتفاعلوا بيناتهم، كيتواصلوا بيناتهم، والجمهور كيحس بيك وانت فوق الخشبه، وكتحس بيه انت كذلك وانت كتشخص الشخصيه ديالك. فالمسرح كيبقى مدرسه دار
كان الانسان غادي يمارس الفن ولا ما غيمارسوش مزيان ياخذ هذه التجربه هذه، لانه كيعلمك بزاف ديال الحوايج، كيعلمك الفن اون جينيرال، ويعلمك كيفاش تعيش، ويعلمك كيفاش تتفاعل مع الناس، كيفاش تتصرف، كيفاش تتواصل مع الناس. كيبقى المسرح جميل جميل جدا. و يعني الفنان المسرحي ملي كيكون فوق الخشب ما خاصوش يخطا، بالعكس الفنان السينمائي يمكن له يخطا وتعاود اللقطه. جميل في المسرح من بعد التدريب وهذه وكتطلع كتلعب عمل معين، طبعا ما عندكش الحق في الخطا، ولكن الا كنتي متمكن ومتمرس هنا فين تيبان التشخيص. كتكون لاعب الدور، قدر تنصح حوار معين ولا صديق ديالك ينصح حوار معين، خصك انت تكون احترافي في الاداء وكتحاول تحاول ترجع داك الخطا ديالو ما يبقاش الارتجال. هنا كتبان الاحترافيه ديال الممثل. على عكس السينما كذلك هي مجال جميل جدا، ولكن كتبقى بعيده كل بعد عن المسرح. ففي السينما واخا تخطا وهادي ديما عندك الحق باش تعاود كوبي اكسيون، واخا تخطا تعاود ما حطيش تعاود تراجع وهادي، ولكن رغم ذلك كتبقى الجماليه ديال السينما عاوتاني شكل اخر ومجال اخر اللي هو مجال شاسع وكتستافد منه بزاف. ولكن اللي كرد لي البنانه دائما ان الناس اللي كيديروا المسرح ومن بعد كينتقلوا السينما كيكون عندهم واحد القفزه نوعيه، قفزه جميله، لان الا تكونتي في المسرح ومشيتي لمجال اخر كن اكيد انك غادي تعطي فيه مزيان، لانك تمشي مكون ومتمرس باش متمرس داك اللقاء المباشر مع الجمهور هو اللي كيحيي فيك داك الاحساس ديال الشخصيات وديال الحالات وديال. ولكن رغم ذلك كتبقى السينما جميله جميله جدا، لان هي اكتسحت المجال دابا في الوقت ديالنا المعاصر. السينما اكتسحت ولا الاقبال عليها كثير اكثر من المسرح. كنهضر مثلا هذا هو السؤال اللي كنت باغي نتكلم معك، واش المسرح باقي عنده الناس ديالو دابا؟ بطبيعه الحال باقي الناس ديالو واخا قلال، القله ديال الجمهور ما كتعنيش ان المسرح ما بقاش عنده اهتمام. وكنبغي نشير ان حتى التكنولوجيا الحاليه والتلفازه والكمبيوتر والانترنت اثروا بزاف لا على المسرح لا على السينما لا جميع المجالات، اثروا لا في الموسيقى، لا ما بقاش اقبال كبير ديال الجمهور، لانه ولا كل شيء واجد عندك في الدار اللي بغيتيها بواحد الكليك بسيط تتقلب تلقى كل شيء اللي بغيتي. وهاتي بغيت نجي عندك، يعني واش يعني كما قلتي قلت حتى الديور الثقافه اللي كان عندنا موجود فيهم المسرح ولا السينما ما بقاوش ولا قلال بزاف؟ هاد الظاهره كاينه خصوصا قاعات العروض السينمائيه اللي في المغرب تتاثر كثيرا ولا كتسد مجموعه ديال القاعات رغم قلتها، عاد زاد دابا ولات نادره جدا. نعم. السبب كما قلت لك هو عدم اقبال الجمهور على القاعات السينمائيه، وكذلك عدم اهتمام القطاع المكلف وزاره الثقافه بهذه الامور هذه، لان احنا اللي خصنا نحبوا الجمهور السينما والمسرح، احنا اللي خصنا نجروهم، احنا اللي نكسبوا الجمهور. وبالنسبه للقاعات كنظن ان بالنسبه للقاعات المسرحيه مؤخرا وزاره الثقافه اعطت اهتمام وتسوق قاعات جداد مركبة ثقافية، ولكن تبقى الإقبال الجماهيري كيبقى ضعيف شي شوية إلا في بعض كان شي لقاء أو شي مهرجان معروف مدن الكبرى وهذه تيكون إقبال، أما المدن الصغرى قليل قليل جدا. كنهضروا على الفنان في هذه السنوات الأخيرة، بقينا كنتكلموا على بطاقة الفنان، واش يعني جميع الفنانين المسرحيين عندهم بطاقة الفنان؟ واش كيستافدوا من هذه بطاقة الفنان إذا كانت عندهم؟ بطاقة الفنان بكل صراحة هي ما مقنناش، لأن ملي كتلقى الناس ما عندهمش مع الميدان وكتلقاهم واخدين بطاقة وهذه مازال ما كاينش تقنين بالنسبة للبطاقة. وبطاقة الفنان حاليا بحالها بحال لاكارت ناسيونال، البطاقة ديال التعريف كتعرفك بها انك فنان، ما حاليا ما كتستافدو منها حتى شي حاجه كاع،
لا من جميع النواحي، مجرد بطاقة في الجيب كتوريها بالله راك فنان صافي. حاليا كنخدموا بها مثلا في المشاريع الفنية اللي كتطرح، الإنسان اللي حصل على بطاقة الفنان كيكون عنده امتياز أنه من الأوائل اللي يخدموا في المشاريع الفنية حاليا. ولأني هذا ما كيمنعش أنه كاين حديث مؤخرا، وكانت جلسات في البرلمان للنظر في القضية ديال بطاقة الفنان وضعية الفنان بصفة عامة، وطرقوا ديال مجموعة ديال الأشياء اللي منها أن الفنان ما عندوش تعاضدية، ما عندوش تقاعد، ما عندوش ما في هادشي ديال لاميتويال ديال الصحة، وهادي هنا فين كيكون الدور ديال البطاقة. ناقش في هذه المسألة هذه على أساس أنهم يقننوها ويتم التفعيل ديالها باش الفنان يستفد منها، لا من الناحية الصحية بالنسبة لاميتويال ديالك ووليداتك وهذه، وبالنسبة للتقاعد ديال الفنان راه ما كاينش، لأن الفنان بصفة عامة راه بحال المياوم ان جورنالي، إلا خدمتي راه كتخلص، ما خدمتيش راه ما كتخلص. الأستاذ هو الواقع ديال الفنان ديالنا في المغرب. الأستاذ إذا كان ممكن يقول لك بأن بطاقة الفنان يمكن اليوم تعطاه تقريبا لأي واحد، لأن هذا العمل جديد وهذه الفكرة جديدة، ولكن على ما أعتقد يمكن مع تقدم يعني السنوات المقبلة تكون لها تقنين أكثر. طبعا نيت مؤخرا كنا لاحظنا ملي تلقوا بطاقة الفنان كان من هبة ودب كياخدها. نعم مؤخرا غادي يحاولوا يقننوا المسائل، لان غادي تولي مجموعة ديال الشروط باش تستافد من البطاقة، من ضمنها انك تنخرط في النقابة، والنقابة بدورها كتلعب دور مع اللجنة اللي كتعطي البطاقات. اللي في النقابة راهم ممثلين ومبدعين، كيعرفوا الممثل والمبدع، كيعطيو تزكية وهادي، وكنضمن اللجنة اللي كتعطي البطاقة وهادي من الشروط اللي دايرين انك تدفع الأعمال اللي لعبتي فيها والشواهد اللي عندك وهادي، وإلا كان عندك الحق راه غادي تاخدها. غير هي دائما فين ما مشينا ماشي غير في المغرب، جميع الدول ديما كتكون هناك محسوبية وزبونية وهذه بعض الأفراد اللي كياخذوا هذه البطاقة وخم يستاهلوهاش. نعم كاين واحد المشكل اخر قبل ما ندوزو للسياحة، وبغيت نتكلم معاك هو المشكل ديال البيغاتاج. يعني واش المشكل ديال البيغاتاج هو اللي يجعل يعني كما نقولوا الناس ما يمشوش المسرح او السينما، او المشكل ديال البيغاتاج اثر على الفنان المسرحي؟ هذا سؤال جميل سي نور الدين. غادي نقول لك واحد القضيه استاذ نور الدين. نعم غادي ناخذوا مثلا دولة غربية، ناخذوا مثلا امريكا. نعم امريكا من الناس المصنعين التكنولوجيا والانترنت واي دار تلقى فيها الاجهزة واحدث الاجهزة، ورغم ذلك كنلقاو اقبال ديال الجمهور على القاعة السينمائية. صحيح. بل بالعكس، اذا بغيتي تفرج مثلا فيلم تشد النوبة ديالك شهر وشهرين وتقطع قبل عد، ولو في القاعات عاوتاني في العروض المسرحية كنلقاو اقبال كبير. اذا هنا خصنا نفكروا هاد الناس هادو اللي هما اخترعوا التكنولوجيا واخترعوا الانترنت ولي كمبيوتر وما نعرف شنو، ورغم ذلك نجد اقبال كبير على الجمهور على القاعات ديال العروض كيمشيو يتفرجوا. اذا هنا المشكل راه ماشي في البيراطاج ولا في الاجهزة. نعم المشكل في الثقافة، في وعي، لان الا ما حدنا ما وعيناش بالفن انه جزء لا يتجزا من تكوين المجتمع، راه ديما غادي نبقاو غير كنستهلكو، ماشي كنتفاعلوا مع الفن، غير كنستهلكوه كمستهلكين. اذا انا كنضمن حتى البيراطاج، هاد الانسان هذا اللي كيبيراطي راه المشكل ماشي فيه هو. نعم المشكل فيا انا اللي كنمشي نشري من عنده. اذا الا كنت عارف واي بالقيمة ديال الفن بصفة عامة، ما غاديش نمشي نشري انا داك السيدي. يمكن الاستاذ ما كاينش تلقى القوانين اللي يمكن كنساهم مع داك الانسان اللي قدم لي داك العمل، راه كنساهم معاه ماديا ومعنويا بالحضور ديالي وبالمادة ديالي باش كنزيد نشجعو، لانه كيوقع فطور هذا ما كان. نعم نبقاو مع استراحة خفيفة، استراحة غنائية،
ونعود عند المستمعين الرياضيين اللي كيسمعوا البرنامج موسيقى ورياضة، اللي باقي ما تكلمناش على الرياضة، يعني نجولها من بعد، تسنوا عا ما تمشوش معاهم.